الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك غير القتل وغير القسوة وغير القصف، وهي تستعمل هذه القدرة باستمرار. يعني في كل مكان بالعالم أمريكا تقصف وتقتل، تقتل باليمن، تقصف بالصومال، تقصف بالعراق. يعني ما هي ما عندها سياسة أخرى غير محاولة الإخضاع، محاولة إخضاع الآخرين بالقوة. وهذا العراقيين ذاقوا بشكل واضح وصريح بطش الأمريكان وقسوة الأمريكان وجرائم الأمريكان، وبشكل أوضح من بعد 2003 إلى الآن. كانوا قبل يدعمون صدام يعدم بالناس ويقتل بهم، بعدين تغيروا من دعم صدام أجوا بشكل مباشر. فالمعركة السياسية مع القوات الأمريكية من 2003 إلى الآن حققت إنجازات مهمة، حققت انتزاع المسار السياسي، حققت كتابة الدستور، حققت الانتخابات، ولكنها لم تتخلص من بقايا المشروع الأمريكي. وهي واحدة منهم قيادة العمليات المشتركة، واحدة منهم تهديم البنى التحتية وحل الجيش العراقي. لازلنا ندفع ثمن باهظ جدا. بزمن الشهواني الأمريكان اجوا أسسوا جهاز المخابرات، نقلوا شعب كاملة من مخابرات صدام حطوها بجهاز المخابرات الجديد، شعبة سوريا، شعبة إيران، شعب يعني هم الضباط اللي جابوهم كانت حركة الوفاق، حركة الوفاق الوطني اللي رأسها السيد أياد علاوي، كانت لا تقبل في صفوفها إلا الرفيق الحزبي بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة وضابط الأمن وضباط الحرس الجمهوري.